رويدة الياس خليل مشربش. رعى المطران مارون لحام مطران اللاتين في الأردن حفل تخريج الفوج العشرين من طلبة الأكاديمية الأردنية للموسيقى التابعة للبطريركية اللاتينية على مسرح كلية ترسانتا في عمان. سيادة المطران مارون لحام جزيل الاحترام، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأردنية للموسيقى، راعي هذا الحفل، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السادة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، أحباءنا الخريجين، أيها الحفل الكريم، أسعدتم مساء وأهلا وسهلا بكم. اسمحوا لي باسم عميد الأكاديمية الأردنية للموسيقى الدكتور جورج أسعد وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الأكاديمية أن أرحب بكم أجمل ترحيب وبكل الفخر والاعتزاز بتخريج الفوج العشرين من طلبة الأكاديمية. وعدد عميد الأكاديمية الدكتور جورج أسعد في كلمته إنجازات الأكاديمية وأهدافها، حيث أكد حرصها على الارتقاء في نوعية التعليم بحيث يتمتع الطالب المتخرج بكل الإمكانيات والمهارات. وانطلاقا من تلك الرؤى والتطلعات قمنا بتأسيس جوقة وفرقة خاصة بالأكاديمية تعنى بأداء الموسيقى العربية والغربية الغنائية والآلية. كذلك أسسنا فرقة وتريات للأكاديمية تتكون من طلبة قسم الدراسة التحضيرية الدورات الموسيقية وطلبة قسم الدراسة الجامعية البكالوريوس، ما يساعد في زيادة فرص الأداء الجماعي الذي يسهم وبشكل فعال في بناء الشخصية المرهفة المتزنة الأكثر فائدة لذاتها وللمجتمع من حولها. ووزع راعي الحفل الشهادات على الخريجين والخريجات، وقدموا بالتعاون مع الهيئة التدريسية لوحات موسيقية عربية وعالمية. وقد تأسست الأكاديمية الأردنية للموسيقى عام 1989 وتضم طلاباً من مختلف البلدان العربية. باسمة السمعان، نور سات، الأردن.